مئات المزارعين الإسبان الغاضبين خرجوا يقودون جراراتهم احتجاجا على السياسات الزراعية الأوروبية، ما أدى إلى قطع مداخل بعض المدن. وبحسب التلفزيون الإسباني الرسمي، فإن هذه الاحتجاجات تسببت في عرقلة حركة السير في عدد كبير من مناطق البلاد كإقليم كاتالونيا والأندلس وفي منطقة غاليسيا في أقصى غرب البلاد. ويطالب المزارعون المحتجون باتخاذ تدابير لحماية القطاع الزراعي الأوروبي من المنافسة الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الوقود والأسمدة وتذليل الصعوبات البيروقراطية، كما يطالبون بتبسيط السياسات الزراعية المشتركة إلى جانب إيجاد حلول فورية للتعامل مع أزمة الجفاف. وفي وقت سابق اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي سحب قانون يهدف إلى خفض استخدام المبيدات الحشرية في الاتحاد الأوروبي إلى النصف في أفق عام 2030.